عليكم السلام. ازاي حضرتك؟ وحشتنا يا كابتن سيد. توفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. كابتن سيد، يعني اسمح لي ان انا النهارده لك كثير من التصريحات، احب اعرف في البدايه عايزك تطمني على الفرقه الاول، وليك تصريح عجب الاستاذ عادل جدا، قلت حماس ورغبه اللاعبين في العوده للاداء والنتائج الطيبه ده من اهم العوامل اللي مديه ارتياحيه للجهاز الفني. يعني الحمد لله رب العالمين، الحال في الفرقه الحال كتير جدا جدا الحمد لله كويسه، الحاله الفنيه حد كتير برضه الحمد لله كويسه، لكن دايما انت بتبص على حاجات صغيره الناس بتشوفها انها، لكن على المستوى الاداري او على المستوى الشخصي بحس ان هي دي اللي بتديك المكسب وهي دي اللي بتديك البطوله. اللمه والتعاون والرغبه والحماس والانضباط والالتزام، كل ده يعني حاجات كتير جدا بتديك البطوله وبتديك كمان يعني المباريات وبتعديك من اي صعوبات. تمام كابتن سيد، لكن حضرتك يعني امبارح برضو كان في، يعني انت حضرتك اكدت اول ما توليت المسؤوليه ان التجديد لفتحي وعاشور سيكون قريبا جدا. امبارح قريت تصريحات ان احمد فتحي بيرفض التجديد، مش عارف بقى في ايه. والله انت هتقرا حاجات كتير وهتسمع حاجات كتير، يعني فما تديش ودنك ولا عليك حاجات كتير قوي، يعني ما تهتمش. زي ما قلت لك اهم ما في الموضوع الوقت الحالي ان التكاتف اللي احنا شفناه، شفت ناس كتير جدا من اللعيبه الكتير حتى اللعيبه الصغيره مع بعض، احمد فتحي وعصام عاشور كتير وصلنا بطريق ان شاء الله الرحمن، يعني بعد اللقاء اعتقد ان شاء الله الرحمن فتره صغيره هيكون الامر ده حسم تماما باذن الله. مقدرين اللعيبه سواء كان احمد فتحي او عصام عاشور او ايا كان لاعب كبير او صغير الموقف اللي فيه النادي الاهلي، ومع ده اللعيب النادي الاهلي بيبان من المواقف الصعبه، ودايما انا حتى اول جمله قلتها لهم في اول اجتماع ما فيش مباراه او ما فيش بطوله يعني خاضها النادي الاهلي كان في موقف صعب الا وخدها، لكن بياخدها مش بالكلام، ما بيكونهاش هو قاعد في بيت او قاعد مرتاح، لا بياخدها باصرار وبالاجتهاد، بياخدها بانتصابات، بياخدها بعرق، فاهمني؟ صح. طيب كابتن سيد، بالنسبه برضو لفريق، هل محمد فضل بالفعل بيتمرن مع الفرقه بشكل كويس خلاص؟ الحمد لله، وشارك كمان في مباراه الفيوم. انا شفته في مباراه الفيوم، لكن اصبح جاهز بنسبه 100%. الحمد لله رب العالمين. طب بالنسبه لمتعب؟ لا متعب الراجل اللي في برنامج ملتزم بيه وهو موجود كل يوم في النادي الاهلي موجود. وعايز اقول بس على الروح الحلوه دي، عايز اقول لك على الروح الجميله دي، ده انا فوجئت ان اكرامي امبارح كان في التمرين، يعني دي حاجه. عايز اقول لك اكرامي، وكمان في احمد عادل عبد المنعم يعني بركات ومحمد شوقي كان عندهم برد شديد قوي من حوالي 5 ايام، موقف في منتهى الجمال من الاثنين عندهم برد وسخونيه شديده قوي، لكن مصرين ان هم يكونوا موجودين. تمام. مش ينزلوا التمرين لكن مصرين ان هم يكونوا موجودين. بقالهم 3 ايام في التمرين يعني. هل كابتن سيد فعلا يعني النهارده الاعلام كتير بيتحدث عن ان هناك جلسات نفسيه كثيره مع اللاعبين؟ استاذ محمد انا مش سامع حاجه خالص. بقول لحضرتك كده سامعني كويس؟ اتفضل. بقول لحضرتك النهارده الاعلام بيتحدث ان الجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي بيواصل جلساته النفسيه للاعبين مع الجهاز الفني بالكامل، هل ده بيحدث فعلا ان في جلسات نفسيه كتيره مع اللاعبين؟ والله بص انا مش عايز اضخم الدنيا بس ونحط، يا ريت نحط الالفاظ في مكانها الصحيح. اللعيبه مرت بخبرات ومرت بتجارب ومرت بمواقف كبيره وكثيره، وعايز اقول ان النتائج كلها يعني ممكن يبقى في زعل من العروض، زعل من حتى من النتائج، لكن لما تبص على الجدول انت اول الجدول، يعني عندك مباراتين مؤجلتين وعندك 4 مباريات في الدور الاول، كل اللي يهمنا دلوقتي كل اللعيبه جهاز او على مستوى الجهاز الفني او الاداري ان انت تاخد المباراه بست ب 18 نقطه، فده انت بيلعب على كده. في جلسات ما بين الجهاز الفني كابتن زيزو واللعيبه، وفي جلسات ما بيني وبين اللعيبه، وفي جلسات بين اللعيبه وبعض، وده طول عمر النادي الاهلي كده عشان الموقف اللي احنا فيه بس يعني. يعني اذا ده هو ما يحدث طبيعي، مش محتاج طبيعي اي جدا. ده طبيعي جدا. كابتن سيد معلش اسمح لي سؤال اخير، انا عارف انك مشغول مع الفريق، لكن انا عايز اسالك سؤال مهم جدا، والسؤال ده بيساله جمهور النادي الاهلي. يعني البعض في الفتره الاخيره ومنذ حدوث التغييرات في الجهاز الفني هناك بعض التجاوزات في للنادي الاهلي وفي وسائل الاعلام المختلفه. انا دايما بقول ان اسلوب النادي الاهلي هو عدم الرد، لكن الجمهور عنده حماس شديد قوي. كابتن سيد يقول ايه على المواضيع دي كلها، بعض التجاوزات في حق النادي الاهلي؟ يعني
والله مرفوضه شكلا وموضوعا، لكن احنا تعودنا ان انت بتشتغل في فرقتك. انا عندي فرقه وعندي لعيبه وعندي جهاز فني وجهاز اداري، تمام؟ يعني بهتم جدا، اللي يهمني المستوى الفني ليهم، يهمني الروح بتاعتهم، يهمني استعداداتهم، يهمني كل شيء خاص. يهمك ان هم بيفضلوا مركزين؟ مركزين. لو في حق للنادي اكيد النادي مش هيفرط فيه، مليون في الميه. تمام. لان البعض بيقول لك ما تنسوش اللي عمله بركات، ما تنسوش اللي عمله ابو تريكه، وابو تريكه لم يفعل شيء ولا بركات كان عمل شيء اصلا عشان ان احنا نبتدي نخرج اللعيبه عن تركيزها. يعني ثاني محمد معلش بقول لحضرتك، لان البعض بدا اليومين دول عمال يتكلم يقول لك ما تنسوش بركات اللي عمله في ماتش الاهلي والزمالك، ما تنسوش اللي عمله ابو تريكه قبل كده. هو بركات كان عمل ايه اصلا، او ابو تريكه كان عمل ايه اصلا؟ والله انا مش عايز اخش في حاجات جانبيه، لكن زي ما قلت يعني انا لن اسمح بان حد يمس لعيب من النادي الاهلي او حتى اي حاجه تخص النادي الاهلي، وكمان ما اسمحش ان في حد من عندي يتجاوز حق احد. تمام. مركز في فرقتي، مركز في لعيبتي، ومركز في 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 في, في, في المرحله اللي جايه. تمام. الحاجات الجانبيه دي بقى كل واحد يهتم بفرقته. واعتقد ان احنا في حاجه اسمها رياضه، اسمها رياضه، احنا في رياضه. الرياضه دي علمونا، معرفش انا دايما كنت بقولها، يعني كانوا بيفهمونا غلط ولا ايه؟ اسمها الرياضه. الرياضه. الو انا معاك يا محمد. معاك يا كابتن. طيب كابتن سيد، اخيرا اسالك، بتشجع البارسا ولا بتشجع برشلونه انت؟ لا طبعا البارسا. طبعا برشلونه. انت طول عمرك حبيبي. طبعا. اشكرك كابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكره بالنادي الاهلي. شكرا جدا.